السلام عليكم، مساء الخير. كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نمشيو نخرجوا ناكلوا الحوت مع عبد الله. ان شاء الله غادي نمشيو لواحد السوق فين كيبيعوا الخضره والحوت واللحم حتى هو، وغادي ناكلوا الشوايه. وقبل ما نمشيو خاصنا نديو معنا قرعه ديال الماء، وهذه القرعه ديال الماء متلجه عامره بالثلج. علاش؟ حيتاش باقي الحال سخون ودغيا غادي تذوب هاد القرعه. يلا نشوفوا ميمي واش حتى هي بغات تاكل الحوت. ميمي واش بغيتي تاكلي الحوت؟ بغات تاكل الحوت، كتشم في يديا. ان شاء الله غادي نجيب لها شي حوتة ولا جوج ديال السردين، ماشي الكالامار وماشي تونة وماشي السلامون حتى هو. يلا دابا حنا كنتسناو، ولا انا كنتسنى عبد الله باش يجي. وعبد الله شرى واحد الموتور جديد، هذا الموتور سميتو سانيا، وبدل داك الموتور اللي عنده قديم. والسبب علاش بدل الموتور؟ حيتاش الموتور ديالو كان قديم، داكشي علاش هو شرى واحد جديد. ها هو عبد الله جا. وقبل ما ننزل عندو انا غادي نسول ميمي واش بغات تجي معنا. ميمي بس بس. واش بغيتي تجي معنا ناكلو الحوت؟ يا ناعسة ما بغاتش. ماشي مشكل، انا غادي نمشي بلا بها وغادي نجيب لها الحوت. انا عرفت باللي غادي يعجبها بزاف. يلا نمشيو عند عبد الله. السلام عليكم اخويا عبد الله، واش هذا هو الموتور الجديد؟ هو هذا الموتور الجديد، ولكن ما قالوش ليه بالصحه والراحه. علاش شريتي موتور جديد؟ حيت الموتور اللي كان عندي هذاك تكرفص وما بقاش قادر انه يديني للبلايص اللي بغيت، وديما خاسر، واضطريت انا نشري موتور جديد. داكشي علاش؟ داكشي علاش. وهذا كيبان زوين بزاف. تبارك الله. سانيا ياك؟ سانيا. يلا نمشيو. فين غادي نمشيو اليوم؟ لسوق الشوايه باش نضربو الحوت. سردين. سردين. يلا نشوفكم ان شاء الله. ان شاء الله. اول حاجه غادي نديرو هو غادي نتقداو الخضره. دابا حنا كاينين في سوق الخضره، غادي نتقداو بصله مطيشه وشي خضره اخرى باش نشويوها مع الحوت. ياك عبد الله اجي بعدا نقول لهم شنو هذا. واخا ها هو هذا سيدي الحمام. الحمام راهو ثم الدراري الى بغيتو نديرو لكم شي فيديو ديال الخضره قولوا لنا صافي ان شاء الله. خويا عبد الله شنو كندير؟ شنو كدير دابا؟ كنتقداو الخضره اللي بينا نديرو مع الشوايه. شنو تقديتي دابا؟ البنجال، البصله، مطيشه. مزيان. و اش اخر؟ شنو هذا؟ هذا خيزو. خيزو. وهذا هذيك الباربه. هذيك الباربه. وهذه الخيار. وهذا البطاطا. مزيان. انا خويا انتم كما تشوفوا سوق الخضره
5 دراهم هاك 40 درهم لا غلا على مسكين الله يرحم الوالدين لا غلا على مسكين ها انتما تقدينا دابا الخضره عبد الله شنو تقديتي تما بنجال اها وماتيشا والصلاه. Sorry for the interruption, but I think you might want to hear this. If you're trying to become fluent in Moroccan Arabic to communicate with your Moroccan family or your Moroccan spouse's family, or you simply planning to come live in Morocco soon but have no idea where to start, which Darija classes to take, then I might be able to help you. I'm opening my online Darija school in January of next year, 2025. This online school already helped 20 students learn and become fluent in Darija. My students are now able to talk to their Moroccan family members, talk to their Moroccan spouse's family, and even some of them are now living in Morocco and have no trouble speaking to Moroccans. This school program is for both, for complete beginners and intermediate Darija learners who wish to become proficient in it. And because of my small team of teachers, we can only take around 50 students at the start of next year. So we make no exceptions. So if you sign up a little late, you will need to wait around 3 months for the next school opening. If that sounds like something you'll be interested in, then click the link below to register to be notified when the Darija Learner Pro School is opened. With that being said, let's go back to the video. كيف ما كتشوفوا دابا هو عبد الله غادي يشرح لكم شنو عندنا هنا. اول حاجه نبداو بها هو اهم حاجه هي الحوت. الحوت هذا تبصيل فيه فيه 6 ديال الحوتات. 6 ديال الحوتات خبزهم والحامض والفلفله والخبز والخبز والسلاطه بلاتي وريهم السلاطه ماشي فاش السلاطه شتي السلاطه ديال مطيشه والبصله حتى انايا عندي السلاطه ديال مطيشه والبصله. داك التبصيل راه هو التبصيل هذا ديال مطيشه والبصله مشويه شتيو البنجاله اللي خزناها هي وحتى انا عندي تفصيل بحال ديال بحال ديال عبد الله وريهم. واخيرا وليس اخيرا فاكهه تنين. هذه اول مره غادي يجربها عبد الله. انا فايت لي جربتها زوينه بزاف. واش انت متحمس بزاف كاع؟ غادي نحلو على جوج. هذه اللي خاصنا نزربوها ثاني. البنجال نسيت ما قلت لكم البنجال حتى هو مشوي. هادشي كاملو هادشي كاملو ب تقريبا 5 دولار اللي هي 50 درهم بلا هادي بلا هادي حيتاش هادي غاليه. هادي ماشي 3 دولار هادي ماشي من المغرب داكشي علاش 3 دولار تقريبا لا 30 درهم 30 درهم. ها انتم كما تشوفوا اوه شي زين كيبان لي خاصك زبده زبده. يلا دابا غادي نحلو غادي نحلو فاكهه التين مش دابا نيت نبداو بها هي الاول. نمسح لك هذا بحال هكا هاك انتم كما كتشوفوا الشكي تتبان قسم انت هاك هادي ديالك كاملة وهادي ديالك. الله دابا غادي ناكلو وشوفوكم في الاخر صافي صافي يلا بسلامة. عبد الله كيبان ليا خويتي شبعت خويتي الطبصيل تبارك الله كاين شي حاجه اخرى. يلا سير غسل يديك. يلا مشي غسل يديك مسحه وراحه.
انتم كما كتشوفوا قطعي 100 ريال ديالك تما هذا المحل هذا راه قطعي 600 عند صاحبنا يوسف زيتو ما كاينين فوق الشوايه انا السرجلات النقره وديما كوكاب ولا يوسف البحر شحال عندي يوسف البحر شحال عندي يكونوا في البحر ماشي تاكلوا عندي شحال عندي 50 درهم 50 درهم 50 درهم حتى واحد 1000 ريال لا على مشكي الله يحفظك مرحبا يلاه بالسلامه مرحبا ولا سيمو علاش هذيك المرة هذه ديال ميمي 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 عرفتي ميمي هي وصاتني قالت لي جيب معاك حوته ولا جوج وانا جبت ليها ورينا حوته في البيتزا يلا نشوفكم السلام عليكم ميمي عرفتي شنو كاين هنا كاين الحوت غادي نساليو فيديو هنا ان شاء الله فيديو الجاي غادي نسافروا انا وعبد الله لواحد البلاصه غادي تعجبكم نشوفكم في الحلقه الجايه سلامه